هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. شاهدنا التحدي الأول ببرنامج جوك مشاهدينا الأعزاء. بكل بساطة راح أتحدى أنا ونديم. أنا في عندي هون أسئلة عامة راح أسألها لنديم، ونديم برضو كمان راح يسألني أسئلة عامة ونشوف شو النتيجة سؤال بسؤال. ماشي، كيف معلوماتك العامة؟ يا سيدي أنا بعرف أنها منيحة بس ما بعرف إذا هاي معلومة صحيحة. شوف أقول لك، أنا معلوماتي العامة تقريبا يعني زي معلوماتك العامة بمثلا جنوب إفريقيا يعني نفس الإشي، ولكن يعني تحدي. طب سؤال، إذا بفوزك بالتحدي شو بطلع؟ بطلع لي بوكس من البوكسات هاي، بطلع لك رغيف زيادة في السوق. تمام 100%. أنا شايف الأرغفة توست إذا ما نتحر توست. كل نقطة إلك في إلك أدفانتج على المطبخ. تمام، إذا حبيت مخلل بتطلع. بلش أنا؟ يا تفضل سيدي. طبعا أبو جيتاوي أنت بدك تبلش. طيب سؤال أول يا نديم المصري بيقول لك كلام رجليش بس يا أي شهر شهر تشرين الأول؟ تسعة. لا لا. معك آخر محاولة. آخر محاولة مالك. عشرة. صح 100%. واحد صفر. اسمع أنا أسامة ظنت تسرعت زيادة، هو في ليمت على الوقت ولا أفكر شوي؟ ما أتسرع شوي. ما تتسرع. ما أتسرع. مش من سيربح المليون يعني، بس يعني تسرعت كتير. تسرعت. تفضل السؤال الثاني عندك. واحد صفر إلك. حسبت لي إياها. والله إنك فخم يا زلمة. جد أحرجتني بدي أكون معك. ما أطلع غبي قدام. بماذا أنا المشكلة أسهل سؤال جبته غلط مش عارف شو. يلا، بماذا تقاس شدة التيار الكهربائي؟ بالكيلو وات. دقيقة أعطيك أعطيك محاولة تانية. تسرعت زي أنت تقريبا. تسرعت أمبير. يا الله ما بعرف كم. تعادل تعادل. جد إنك شاطر. واحد واحد. أنت معك حدا ممكن يكون حدا عم بحكي لك إشي؟ صدقا لا. طب تشيل السماعة. طيب يلا برافو عليك ما شاء الله عليك. يا الله ما أسهل من سؤال. شوف إذا يعني أنت ما جاوبت السؤال وتككت فيه روح، يفضل إنك تغادر الحلقة. حلو. ما هو الذهب الأسود؟ البترول. الله عليكم الندم يا مايين. 2-1. اوكي اسمع، انت حطيت علي ضغط الصراحة. يلا اعطيني سؤال ثاني. اسمع هذا انه ببين سهل بس هو شوي صعب جد. اوكي تمام. متى تم اطلاق موقع فيسبوك؟ 2007 او 2006؟ لا راح اعطيك فرصة ثانية. يلا فرصة ثانية. فرصة ثانية. بتعرف ليش؟ اقول لك شغله. انت ليش اقول هذا بالضبط؟ ليش انا قلت انا عملت فيسبوك ب 2007؟ شكرا. انا هذا بقول لك اياه عشان هيك انت مفكر. مشهور في الاردن. هيك ووصل للاردن اول شيء كان اكسكلوسيف في امريكا عشان هيك انت صار يعني معك. طب اعطيني خيارات يا سيدي. انت حكيت 6 و7 فرح اشيل لك اياهم. صحيح. راح اعطيك 2003 2004 2005. 2003 2004 2005 2005 2004. اسف اسف. طيب كم النتيجة هيك لسه؟ 2-1. 2-1 إلك. سامحني جيتاوي. ممتاز. مش حاب أفوزك بالبرنامج تبعك. طيب 100%. ما راح تفوزني هلأ في البينج بونج، راح تشوف كيف راح تتبهدل. طيب ماشي. من هي أو ما هي أكبر مدينة إفريقية يا نديم المصري؟ أكبر مدينة إفريقية؟ يس. بكل إفريقيا؟ بكل إفريقيا. سهلة. سهلة. معقول القاهرة مثلا؟ الله عليك صح القاهرة. معقول؟ 3-1. شكرا شكرا. وحشة بالندم. سؤالك سيدي تفضل. كم عدد الألوان في قوس القزح؟ دقيقة شوي. سامة سهلة يا سامة. يا شف أنا صبح. طيب 7. 100%. 3-2. 3-2. برافو عليك أسامة. طيب حابب تعددهم ولا بلاش؟ لا يعني تذكرتهم من غير ما عدد. خلاص غير ما عدد بس انا لو في جد لون او لونين ناسي. قوي قوي. تمام يلا سؤال الخامس سيدي لإلك. بقول ما هي وحدة قياس القوة يا نديم؟ بصير اسألك سؤال. كيف وصلت للخامس وانا لسه 3 سألك؟ ما هلا رح توصل انت للخامس. شو عم بتصير؟ اوكي اوكي. ايش السؤال؟ انا فشكت السؤال الثاني على كل حال. راح اسالك اياك يلا. ايش هو السؤال؟ ما هي وحدة قياس القوة؟ ال استنى القوة اسم يعني ما هو نيوتن. صح يا باي. الله عليك وحش نيوتن. 4-2. ثانك يو. سؤالك سيدي قول. سؤال رقم 4 فأنت ممكن هلأ تصير 4-3. ما هي عاصمة المغرب؟ الرباط.
100% يا زلمي. أنا بقول أنا وياك لازم نروح على برنامج مسابقات 4-3 4-3 قربت هي بس سؤال الفيسبوك اللي قلت لك مبين إنه سهل بس مو صعب. معلش أنت زعلان لأني لم تفوز. كم عدد صمامات القلب يا نديم المصري؟ تقدر تعددهم؟ 4 البطين الأيمن والبطين الأيسر ولهون بوقف. أقدر أعرف 4. طيب أحسب لك إياها. صح؟ أحسب لك إياها صحيح. منيح مش 4 صح؟ هم 4 سيد العزيز ومكتوب احكي لنا شو هم. أتوقع الأيمن والأيسر في الشريان الأورطي. الأيمن والمدين الأيسر. الأورطي والتاجي. أيمن وأيسر وأورطي وتاجي. بس أورطي والتاجي هدول الشرايين. بس أنت عم تحكي الصمامات، صمامات في البطين والأيمن. بطين أيسر وبطين أيمن وبطين أيسر. وذين وبطين. الله تطلع الشف. الشف قوي. بطبخ وعنده معلومات عامة. أنا كنت شاطر بالمدرسة. شف سلمها الطبيخ. تعال تفضل معنا. شف مرة ثانية عدد لي إياهم. بطين أيمن. بطين أيسر. خلص أوكي. طيب أنا جبت انتين. أنا مصرين يعني يطلعون. أنا بفهم كل إشي بالمعلومات العامة. صدقني. يعني أنا في المدرسة إنسان كنت جدا جدا داخل في الحيط. أنت شكلك ما حضرت بنك المعلومات وأنت صغير. يعني إذا حضرت بنك المعلومات المفروض إني أغلبك. ولا أنا من جايب معلومات. لا لا. طيب سيدي يلا. دوري. دورك. اسأل. أنا النتيجة 5-5 أنت ملاحظ يعني. أنت ما شاء الله عليك. مزعل يعني. وأنت 4-3. لا السؤال الخامس. السؤال الخامس. النتيجة إلك. بالضبط. ما هو مقياس سرعة السفن؟ قياس سرعة العقدة. 100% يا زلمه قوية معلوماتك يا زلمه. 100% 5-4 يلا عشان نسرع. يلا ما هو الجزء المسؤول عن سرعه الكمبيوتر؟ السي بي يو. صح 100% مهندس كمبيوتر. مفروض ما عملت ايه. ما خفت اتسرع واطلع بعدين زي ما عملت بالسؤال الاول. 6-4 لك ابو النبي. تفضل السؤال السادس. ما هي اول دوله عربيه تصل لنهائيات كاس العالم؟ اكيد ام الدنيا مصر. يا بايك عظيم انت يا زلمه. 6-5 تفضل. ما هي القارة الأكبر في العالم؟ آسيا. آسيا صح. الله عليك. قديش؟ قديش النتيجة؟ 7 5 بس أنت لك سؤال لسه. آخر سؤال؟ لا لا مش آخر سؤال صح؟ ولا آخر سؤال؟ آخر سؤال مفروض. إحنا بس 7 أسئلة إحنا نلعب. 10 أسئلة. 10 صح. في تحت أسئلة يلا أوكي. كم ترتيب رمضان بالأشهر الهجرية؟ كم ترتيب رمضان بالأشهر الهجرية؟ 9 رائع. 9 فخم. هذا السؤال شوي كان صعب عن جد. طيب روح سيدي. 7-6 7-6. ما هي عاصمة تونس؟ تونس. تونس الله عليك ممتاز. اللي بعده. طب انا خدعتك وكنت عم بسألك تونس. بتسألني عن تونس. بسألك عشان بحبك. لا بعرف انها تونس. طب سؤال 8. اي عضو ينتج هرمون الانسولين في جسم الانسان؟ البنكرياس. يا ربي بدون ما تكمل السؤال. برافو عليك. تفضل. ما هو لون الرئه السليم؟ النتيجه 8-7. لون السليم للرئه. مش لون. اللون السليم للرئه اعتقد احمر. قريب ماي جاد. الشباب كلها عم تشعر فيه. ما حدا يساعد. شوف انا ما تساعد. اللون السليم للرئة. بحاول اتخيل هدول الصور بحطوها على بكتات الدخان. أيوة أيوة أيوة. في عندك الصور الرئة اللي معها واحد دلوقتي اوكي مثلا مش خاطر على بالي لون جوا جسم الانسان. 4 زي لون الجلد مثلا. مش عارف يا سلام اللون الوردي. طب احمر نفس الوردي. طب احمر مش نفس الوردي. ماشي اتفقنا. هيك شو صارت النتيجة؟ تعادل. تعادل. 8-7. ما انت لازم تجيب. لا انا لازم اجاوب. لازم اجاوب عشان نتعادل. انا جايب يعني 7-8 يلا. وانت جايب 6-7. هلا ممكن نتعادل اذا بتجاوب هذا لا سوري انا يعني 8-9 سوري. وانت بالضبط يعني انت السؤال التاسع ممكن لا تتعادل معي. ما لون دم الاخطبوط؟ ما لون دم الاخطبوط؟ دم الاخطبوط يا سيدي لونه ازرق. مش معقول. حتى في جماهير الفيصل يقول لك فيصلاوي. مش معقول. 8-8 السؤال الفاصل الاخير الفاصل. يعني احنا 8-9 لك سؤال ممكن جد يعني يعجقك ولكن سؤال بيقول سيدي كالاتي. هذا الفاصل بما انك انت مهندس. سؤال بيقول كم مره يتم الحصول على الرقم 9 من الارقام 1-100؟ اوه ماي جاد. عجقنا. معك 30 ثانية نص دقيقة.
بما انك انت مهندس هيك حاطيني في الاعداد ولك على الرياضيات المفروض كم مرة يتم الحصول على الرقم 9 من الأرقام 1 إلى 100 يا رح أحكي شوف رح أحكي خيارات رح أحكي 19 رح أعطيك خيارات اصبر اصبر شوي استنى عم بفكر إنه عندك أول إشي رقم 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 هي 10 بعدين عندك كل التسعينات فيهم تسعات 91 92 93 94 95 طيب خليني أعطيك خيارات أروق شوي أروق شوي أروق شوي موت أيوه اسمع معلم خيارات 19 مرة أم 21 مرة أم 20 مرة أنا يعني حكيت أول مرة أكيد راح أعطيك الخيار اللي أنت اخترته خلاص بضل معك خيارين يا 20 مرة يا 21 مرة صح كم مرة يتم الحصول على رقم 9 الأرقام واحد معك 15 ثانية تجاوب يا 20 يا 21 20 الله عليك صح 100% 20 مرة جاوب كيف طلعت معي 19 ايش انت بتقول لي يا شكلي غلطت شكلي غلطت بواحدة صح انا الرياضيات جد ما بقدر اساعدك خلص حبيبي ابو جتاوي شكرا على المساعدة هي 9 من 10 اوكي الاخر سؤال لك ممكن نتعادل ان شاء الله لانك كثير كنت محترم معي يعني صراحة من هو الشعب الذي ابتكر لعبة الدومينو الشعب اعطيني خيارات الذي ابتكر لعبة انت عارف اللعبة هاي الهدول اللي هيك اسمع هي من منظرها هدول انا بدي احس انه هو شيء من دول شرق اسيا بس تعرف كيف هم هاي الالعاب اللي هيك هي مربعات وتصفط جنب بعض مين بيعمل هاي النوع من الالعاب يعني الصينيين مين صح تعادل مع افخم شخص بالعالم والله مان شكرا على المساعده الصينيين مخترعين سعاد بيقول الصينيين مخترعين 70% من العاب العالم كله واو طيب اذا هيك النتيجه 9-9 تعادلنا هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت